معانا على الهاتف دلوقتي البرتغالي الكبير نيلو بنجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، نسأله عن رأيه في مواجهة اليوم، مواجهة المنتخب المصري والمنتخب السوداني. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. مرحبا، سعيد ما لأكون معكم على الهواء اليوم. أكيد هسألك بشكل عام عن رأيك في أداء منتخبنا الوطني في البطولة حتى الآن، بس خلينا نبدأ من الآخر، نبدأ بمواجهة السودان اليوم. شفت المباراة إزاي النهاردة ورأيك في أداء منتخبنا فيها؟ الجميع يعلم ما حدث في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. كان هناك في المباراة الثانية كانت هناك انتصار على غينيا بيساو، واليوم كان هناك أيضا انتصار وحصلنا على 3 نقاط وانتقلنا للدور 16، وبالطبع نتمنى للاعبين أن يؤدوا بناء على تنظيم السيد كيروش، ويمكن أن نقول أن الأوقات الأخيرة من المباراة لم تكن جيدة بالنسبة للفريق المصري، لأن اللاعبين كانوا في حاجة إلى إحراز الهدف الثاني، ولكن بشكل عام تم تحقيق الهدف ووصلنا للمركز الثاني وكان هناك أداء جيدا. والشيء الأهم أن الفريق لديه أسبوع لكي يتعافى، وأنا متأكد من أن الجولة الثانية سوف تكون أفضل كثيرا.